تفضل يا أخي محمد من القصيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. تفضل نسمعك محمد. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل. أنا صليت الفجر. أوكي. صليت الفجر. طيب. ألو. نسمعك تفضل. صليت الفجر 3 ركعات. كنت ناسي. شو يعني كيف أصلح الطريق شو أصلح يعني؟ إذا كنت ناسيا فصلاتك صحيحة، لكن تسجد للسهو بعد السلام، تسجد للسهو ركعتين وصلاتك صحيحة إن شاء الله ما دمت لم تتعمد الزيادة. نعم.